أخبار اليوم. آخر أخباري الفنية إن شاء الله نزل لي كليب من ألبوم أنا أنسة، أغنية مستغربة، إخراج جاكوب لامباز طبعا. والأغنية دي يمكن فيها شوية تغيير، يعني غير الناس متوقعة إنه في موديل وفي قصة ما بيننا لطيفة شوية. ممكن جاكوب يحكي لنا بقى. يعني فكرة جديدة علي وعلى زيزي كمان، وستايل جديد بنشوف زيزي في أول مرة. شوي الصبية، دايما زيزي بتطلع الصبية المكسورة الضعيفة الهادية الرومانسية، هالمرة طالعة شوي شعنونة أكتر ومجنونة، يعني بتعجب عليه يعني بالكليب لترلي. هي الأغنية اسمها مستغربة، كل الأنوثة، بعدين هذا الكليب طلعنا فيه الجنون شوي. والله لازم الواحد يستغرب في الدنيا دي. شيء غريبة. بص، هو الأغنية بتقول مستغربة من برود الشخص اللي معاها، لأن هو جه فجأة وقال لها خلينا أصحاب، مش هنكمل مع بعض. فهي استغربت إنه فجأة فاجئها إنه إن هما يكملوا أصحاب يعني، فبتتجنن عليه بقى. مستغربة بقى في برود بالشكل ده، وجاي تسيبني وتمشي بعد كل ده. أنا كنت فاكرة إني معاك وبك عايش، مشيت وراك وما همنيش، خيبت أملي خلاص مفيش منك رجا، مبسوط كده.